بهيدا الفيديو رح نشوف كيف بتمشي الـ ATR144 ABC من Pixis الكنترولر الـ Pressure Controller يلي بنقدر نستعمله للـ Pressure ولغير Sensors كمان، بس بهيدا الفيديو رح استعمله للـ Pressure. رح نشوف كيف بنبرمجها. أكيد كل الأغراض اللي رح تشوفها هلأ بالفيديو فينا نجيبها من عند شركة سيبي إلكترونيكس عبر الرقم اللي عم بيقطع هلأ أو على الويب سايت طبعا. تعال نشوف كويس. أنا نقيت Pixis يلي هي ATR144 ABC. هيدا كنترولر بيزبط على كذا سنسر، نحن اليوم رح نجربه مع البريشر سنسر يلي هو الويت ST2 يلي هو كمان من بلد نفس البلد المصنع، اثنيناتهم ميد ان ايطالي. رح اقولكم بشكل سريع، وصلنا 220 فولت على الان والدو، اوكي هي بتمشي 24 فولت دي سي وكمان بتمشي 220 فولت اي سي ومكتوب اصلا عليها، فوصلنا 220 فولت على الان والدو. وعلى السنسر لانه هيدا السنسر هو 420 ملي امبير، وصلنا النف والدوس، يعني وصلنا الشريتين تبعه واحد على النف وواحد على الدوس. هلا اي هيدا السنسر وقت تشوفوه رح له 4 بنز، اي بنز نحن نقينا تنحط على النف والدوس من هودا الاربعة، نقينا الان والدو، يعني الان وصلناه على النف والدو مثل ما شايفين هون، رح فرجيكم ثانية، والدو وصلناه على الدوس. سو هلا تنقدر نجربه منين بدي اجيب بريشر صراحة، جبنا هيدا قصدر الازرق رح حطه هون اوكي تقدر اشتغل فيه. وهلا رح فرجيكم الدمو بعدين رح يكون كيف بالمشطه، سو رح شكها بالكهرباء، رح اعطي 220 فولت اوكي، بس تدور تاخذ شويه وقت تتقلع. هلا زيرو رح انفخ بالنبريش، بنشوف وقت انا فخت بالنبريش اعطيت شي 140 151 اتسترا. طيب بقى التليفون فاضطرينا نقطوش، لكن كنا عم نشوف كيف بدنا نبرمجها لهيدا. سو تعالوا نبرمجها سوا، بنضلنا كبسين على FNC. الباسورد انا رح رستها هلا لانه كنت مبرمجها قبل، تنرجع نبرمجها سوا. الباسورد لنعمل ريسيت هو نف نف نف. كيف بنعمل؟ بننقي النف بنرجع بنحط سيت، بنكون نقينا هاو بيرجع نف سيت، بنرجع بنكبس FNC. هلا ترستت كنترولر. سو هلا شو رح نعمل؟ رح نرجع نضلنا كبسين على FNC. اوكي، بس ضلنا كبسين على FNC لشي 10 ثواني تقريبا، بنحط الباسورد، يعني كأنه اشتريناها جديدة هلا، بننقي 1، 2، 3 و 4. اوكي، نحن بدنا نبرمج شو هو الانالوج انبوت تبعنا، سو هلا الانالوج انبوت تبعنا باي ديفولت بيكون ثيرموكوبل، سو انا هون بقول له سيت وبرجع هون بنقي 420 ملي امبير. هيدي هي، اوكي؟ إذا السنسر تبعنا 420 ملي امبير بنقي 420 ملي امبير بنقول له سيت. بيرجع نعمل نكست نكست نكست. اللو تبعنا هي زيرو بنتركها، يعني خزاننا فاضي. الهاي تبعنا نحن هون الهاي تبعنا هي 160 ملي بار، ما هيك مش بقشة مضبوط؟ دونك ان هون بدنا نقيها 1600. اوكي ها 1600 وبنقول له سات ديل. بعدين نعمل نكستاتنا. هلا اذا بدي ان شيفر ابريلا فيرجول ولا لا فيكم ترجعوا تقرروا انتم بعدين، انا بهالفيديو ما راح احطها. اوكي وبنكبس FNC وهيك بيكون برمجنا الكنترولر تبعنا. هلا راح اتركها هيك على الطاوله، يعني تبرمجت جايز، حتى لو هلا قطعت كهرباء انا ورجعت اعطيتها كهرباء خلص مبرمجه يعني. اوكي ما خلص سيفتهم كلهم. سو هلا رح ننطرها تقلع ورح ارجع انفخ بهيدا النبريش اللي هون تتشوفوا شو بصير. عم نشوف انه كل ما اعمل ابلاي لبريشر عم تعلى هون. اوكي اخترعت. طيب جايز هيدا السنسر والكنترولر موجودين عند شركة سي بي الكترونيكس، انهم مع كل الجادجتس تبعيتهم، اذا عبالكم انكم تجربون عندكم فيكم تتواصلوا مع الشركة على الويب سايت عم بيقطع هلا او عبر رقم التليفون يلي يعني عم بيمرق كمان على الشاشة. اذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، انا برجع بشوفكم الفيديوهات التانية.